أرباب خليفة فاجد فاجد أنا شغل معلوم. من منا لا يذكر شخصية كاشور في المسلسل العماني دروب الذي أنتج في عام 1994؟ شخصية كاشور الهندي أدى شخصيتها الفنان العماني المتألق صالح ربيع الخضوري. الشخصية تتكلم عن عامل هندي يأتي إلى عمان ليعمل مزارع، ولكن هذا العامل تبين فيما بعد أنه محتال، حيث احتال على كفيله بتوقيع الأرباب على أوراق بيضاء، ثم قام بعدها بتزوير الأوراق على أنها وكالة عامة بعد الإضافة عليها على أنها توكيل عام، إلى أن جاءت الفرصة وسرق المبالغ وهرب خارج البلاد ليتحسر كفيله فيما بعد على وثوقه به وخداعه بتواقيع على الأوراق. وهذا يبين الحذر من اتخاذ أي إجراء قبل التأكد من كل شيء حتى لا يقع في المصيدة ثم يندم فيما بعد. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.